التنافس بين الجهاز الودي ونظير الودي. طبعا في شغله على الاقل هون راح ناخذ المحاضره بشكل استنتاجي، تمام؟ على الاقل تتلقى معظم الاجهزه تعصيب ودي ونظير ودي، يعني القلب معصب بالودي ونظير الودي، الامعاء بالودي ونظير الودي. نحن راح نركز لكم على القلب وعلى الامعاء، واهم شيء القلب. طبعا الجهاز المسيطر في الجهاز القلبي الوعائي في الجهاز التنفسي مين؟ الودي، هو الجهاز الودي. اما في السبيل المعوي والسبيل الودي هو نظير ودي، تمام؟ هلا انا اذا عندي بدي اقل عليه، عندي يا شو هون العقدي هاي العقدي وهون القلب، تمام؟ او العقدة نظير الودي وين موجودة؟ في القلب، وهذا التعصيب اللي لها اشهر الناقل اسدير كلية، تمام؟ وهون عندي العقدة ايش؟ ودي، هون الودي، العقدة الودي بتكون الانياب هون، بعد عقدة بتكون طويلة، بتكون طويلة، تمام؟ أنا شلون بدي أسرع القلب؟ إيش الأدوية المسرعة للقلب؟ عندي أدوية مسرعة للقلب، شلون بشتغل؟ هلا يا بتحصر المسكريني يا بتحط تمام، عندي يا بحصر المستقبلات المسكريني يا بمشط ايش؟ بمشط البيت. مين بيقول لي حاصر مسكريني؟ الأتروبين. الأتروبين، تماما حكي. وكمان طبعا أول دواء هو شال للعقد. دواء الشال للعقد بسرع القلب ولا ببطئ؟ او منبه للعقد، يعني دواء منبه للعقد ودواء شال للعقد. المنبه للعقد مثل ايش؟ نيكوتين بتركيز مخفف، تركيز ضئيل 1 على 1000، تركيز ضئيل. والنيكوتين بتركيز على شال للعقد. اذا بتذكروا بالجهاز الودي قلنا المستقبلات السكرينية بتتنبه بالاستيل كولين بجرعه صغيره، في الجرعة العالية من الأستيل كولين تتنبه هذه المستقبلات نيكوتيني، وهذا هو الرابط بين الجهاز نظير الودي والجهاز الودي اللي راح تتفعل عندي العقدة لب الكظر بسبب وجود مستقبل النيكوتيني اللي موجود فيها وينفرز عند الأدرينالين. وفي الجرعة الصغيرة من النيكوتين راح يكون ايش هو؟ منبه عقد. وفي الجرعة العالية راح يكون شال العقد. طيب أنا عندي القلب نصف معزول، عزلته نصف معزول يعني قطعت عنه نظير الودي، قطعت عنه التأثير الدماغي، تمام؟ فانقطع منه الكل الودي نظير الودي، الكل انقطع. طيب الكل انقطع ولا لا؟ انقطع عقدة الودي وعقدة نظير الودي ما تنقطع. لا ليش العقدة هون؟ عقدة الودي نظيرة الودي، فهاي نظيرة الودي في حال إذا أعطيت النيكوتين بتركيز مخفف شو بيكون؟ نشط منبه عقدي، وهون العقدة شيء هي تابعة لمين؟ لنظير الودي، فالقلب راح يتبطأ ولا يتسرع؟ راح يتبطأ، إذا النيكوتين بتركيز منخفض يبطئ القلب، راح يبطئ القلب، لكن إذا شليت هاي العقدة سرع راح يتسرع القلب، إذا شليت هاي العقدة اللي هي نظيرة الودي. السبب ليش؟ أنا في الجسم في الحالة الطبيعية قبل ما سوي القلب نصف معزول، قبل ما أعمل القلب نصف معزول، هو النيكوتين راح في التركيز العالي يثبط لي العقدة الودية ونظيرة الودية. لكن هون ايش عندي في القلب نصف المعزول؟ عندي بس العقدة ونظيرة الودية، فتنبيهها راح يتبطأ القلب وتثبيطها راح يتسرع القلب. فأول شغلة الأدوية المسرعة للقلب، ايش بتكون؟ شال العقد ولا منبه عقد؟ شال العقد مثل ايش؟ نيكوتين تركيز عالي 1 على 100. طيب سمرة تاني ليش؟ مقلد نظير ودي، مقلد ودي، مقلد ودي، مقلدات مثل ايش؟
أدرينالين. أدرينالين. تمام. قلت ودي شلون هذه تعمل الأدرينالين؟ كده. ومنبه تركت العلامة اللي قطعت وتحت زمرة منبهة مباشر لبيتا 1 منبه مباشر لبيتا 1 تمام هو وغيره ادرينالين والنورادرينالين الدوبامين المنبهات الانتقائي وغير الانتقائي طيب ثلاثة مين بيذكرنا مين هيك عنده حاصل مزدود يعني مقلدات ودي لكن غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة مثل ايش غير مباشرة مضادة سيئة مضادة سيئة وشلون هذي تعمل أفضل بيمنع القبض بيمنع عودة التقاط الادرينالين من الخليه قبل المشبكيه هي وزعه منع عودة يزيد تركيزه يعني رح يزداد تركيزه ويرجع يرتبط مع مستقبلات ثانية وينبهها طيب هذا اللي كان منبهات القلب بشكل مباشر طيب ايش الفرق بين المنبهات بشكل مباشر بين المنبهات مباشرة لبيتا واحد بتشتغل يبقى لا شيء الفرق الأخوة دي بيأسرع لبيتا واحد بيتا اثنين تمام وجود المستقبل هاوي يرتبطني مع المستقبل هون ما في مستقبل منبه المباشر أو المثبط المباشر بيكون دون مستقبل ايش هو؟ بشكل مباشر بس وجوده بيأثر على حسب كل مركب تمام؟ شوي يعني الدواء اذا ما ارتبط بالمستقبل شو بيشتغل اذا ما ارتبط بالمستقبل شو بيشتغل ما بيشتغل بالمستقبل لا احنا اخذنا مثل الليدوكاين ومثبط مباشر بس احد النظريات قالت له مواقع ارتباط اذا بتذكروا تمام قلت لكم هاي النظريه نوعا ما ضعيفه وبيشتغل على قنوات الصوديوم تثبيط قنوات الصوديوم فهون ما له مستقبل لكن اشتغل على اي اشاري منع انتقال الشوارد تمام كل مركب له آلية عمله يكون منبه بشكل مباشر او مثبط طبعا زي قلنا من المنبهات المباشره الديجوكسين اتركوا لي على جانب لاخر المحاضره رح نحكي عنه عن آلية عمله وشلون عم ننبه بشكل مباشر ونناقش الوظيفه اللي كلفناكم فيها بالاضافه للهستامين كمان بيسرع القلب بشكل مباشر في عندي الشوارد مثل شوارد الكالسيوم وشوارد البروم بالاضافه للكالسيوم وشوارد البروم كلياتها منبهات مباشره هلا اذا انا عندي دواء مجهول طبقته على القلب نبه القلب تنشط فعندي احد الاحتمالات شال العقد مقلد غده بشكل مباشر منبه لبيتا واحد مقلدات ودي بآلية غير مباشرة مثل ايش؟ الأمفيتامينات منبهات بشكل مباشر ظلت زمرة أخيرة مين بيذكرنا فيها؟ ما هي مكتوبة عندكم في المحاضرة يمكن ما هي مكتوبة يا ولي مين بيذكرنا فيها؟ طيب بدي أذكر لكم هي حاصلات وزير ودي منشطات سايت ايوه سايت كاين ليش ايش عم عزيز منشطات او رافعات تركيز الصيام بين منظمات الدماغ تعرفي بالي سيئة عندي بس تفيني اكزامتي مثل الكافيين غريب
عادي بعرف اذا زاد الكافيين موجود في القهوه والثيوفيلين موجود في الشاي. هاي بتسرع الحل شلون؟ مين بيخلي عليك تعمل هذا؟ هي على سايكل اي بي ليشون مش بتأثر عليك سايكل يعني استنى لا بيشتغل على قنوات الكالسيوم قنوات الكالسيوم لا على زيد من الفرازو لا مستقبل طيب هي بترفع تركيزه بس شو بدها تزيد من الفرازو بتحصر ال اي بي لا هي بتثبت انزيم في هاي وبتنشط تحت الماسكيشن ثبت المثبت تبعه ثبت الانزيم بس ولا ثبت الانزيم تبعه اللي هو دي فوسفو استريز دي فوسفو استريز دي فوسفو استريز ثبت المثبت تبعه فبيرتفع تركيزه طبعا هلا رح نشوف انه هون في القلب هو منشط لعضله القلب لكن هذا ارتفاعه في الامعاء رح يكون ايش مثبت للامعاء لذلك الشاي والقهوه بتسبب لي امساك بتزيد لي الناقل وين على مستوى الامعاء الناقل الثاني سي ام بي هذا عن ايش ناتج؟ هذا الاي تي بي بيتحول لسايتك ام بي الاي تي بي بيتحول عن طريق انزيم الادينين سيكلاز للسي ام بي وبيدخل في سبل في القلب راح ينشط العضله القلبيه ويؤدي للتقلص لذلك الشاي منبه والكافيين منبه حسب هاي الاله وبالامعاء راح يكون مثبط للامعاء اذا هاي الادويه وقت عندنا دواء مجهول تطبع على قلب الضفدع فعندي خمس احتمالات انا هلا راح اعلمكم شلون نفي او معرفه الدواء المجهول بينتمي لهي زمره دوائيه واضح لهون؟ واضح تمام هلا راح ناخذ العكس او قبل ما امسح المركبات او المجموعه الثانيه المستاذ المبطئه للقلب المبطئه للقلب راح نعكس لي نوعا ما شغلات العقد راح يكون اشو منبهات العقد تمام مقلدات ودي راح يكون حاصرات ودي خصوصا حاصرات بنت واحد مقلدات ودي غير مباشره هي نفسها تقريبا راح يكون حاصرات او مشابهات للاستيل مشابهات نظير ودي منبهات بشكل مباشر راح يكون عندنا زمره مثبطات بشكل مباشر منشطات سي ام بي ما لها مشير منشطات طيب ما في مثبطات سايكليك ام بي؟ شو؟ مثبطات في انزيم على هون زيادته بيعدي لا طيب ما في دواء بينقصه؟ الدواء اللي بينقصه لازم فعل دي فوسفو استيراز ما عندنا دواء ما انا ما بعرف اذا في دواء ولا لا واضح شلون تعرفت؟ ايوه يا اما بدي اثبط الادينيل سيكلاز حكما ما عندي دواء بنثبط الادينيل سيكلاز ليش بثبط الادينيل سيكلاز او فعل الدي واحد عم ثبط واحد ثبطه واحد نشطه اذا بدي ثبط السي ان بي يا بثبط الادينيل سيكلاز ما بصير بحول لي الادي بي السي ان بي يا اما بدي ثبط الدي فوسفو استيراز اللي او بنشط تنشيط الدي فوسفو استيراز عشان ينحل معه السي ان بي واضح لهون؟ تمام هذا كله مراجعة للمدة ونظير المدة هذا فالأدوية والمركبات مثبطة لعضلة القلب في عندي منبهات عقد عرفنا ليش تنبيه العقدي هون لأن أنا العقدي النظير العقدي الودي ما هي موجودة عندي القلب صار نصف معزول تمام؟ تنبيه العقدي أي عقدي؟ نظيرة الودية ايش راح يأدي؟ تبطيء في القلب تبطئ في القلب في عندي المقلدات المسكريني طبعا المقلدات المسكريني إذا بتذكروا رسمنا لكم الجدول في عندي مقلدات مسكريني بشكل مباشر مقلدات مسكريني بشكل غير مباشر بشكل مباشر بنقسمها لطبيعي وصنعي طبيعي مثل بيلوكاربين أشوف أتروبين مثل أستيل كولين مثل المسكرين مثل البيلوكاربين الصناعي مثل الكارباكول والبيتاني كول والأوكسيتومورين والتيمورين هاي كلها صناعي الغير مباشر بشكل غير مباشر هي بيصفط لأنزيم الكولين أستيراز الحقيقي تمام؟ بيرتفع عندي الأستيل كولين بيرتبط مع المستقبل مثل عندي غير قابل للعكس مثل الفيزوستاجمين والنيوستاجمين غير قابل للعكس مثل غاز السارين ومثل مبيدات حشرية
غاز السارين او الفيزوس تجميل ما بيرتبط مع المستقبل، ما بيرتبط مع المستقبل المسكريني. صبت الكولين استيراز فبيرتفع عند الاستيل كولين، هو اللي بيرتبط مع المستقبل، هذا اسمه ارتباط غير مباشر او تفعيل المستقبل بشكل غير مباشر. في عندي حاصرات بيتا مثل ما شفنا انه تنبيه بيتا رح يؤدي لتسرع في القلب، طبعا تنبيه بيتا بيؤدي لزيادة القروصي وزيادة عدد ضربات القلب. ليش بيذكرني هذا الشيء بأي قانون؟ ضغط الشريان. ضغط. طيب قبل الضغط ايش هو الضغط؟ نتاج استنى، ضغط هو نتاج بالمقاومة على المحيطي. نتاج القلب ضرب المقاومة المحيطي، أنا هون عم بلعب على نتاج القلب، ايش تعرف نتاج القلب؟ حجم الضربة بالدقيقة. استنى، نتاج القلب كمية الدم اللي بيضخها القلب بالدقيقة هي حجم الضربة بعد الضربات. حجم الضربة بعد الضربة. نتاج القلب وكمية الدم اللي بيضخها القلب ولا البطين؟ البطين. أحد البطين. أحد البطين. أحد البطين وكمية الدم اللي بيضخها البطين الأيمن أو الأيسر في الدقيقة. فأنا هون عزيد الدفقة والقوة وعزيد عدد ضربات القلب، فايش عم يرتفع عندي؟ نتاج القلب. تمام، ارتفع نتاج القلب فاللي يرتفع عندي الضغط. اذا حاصرات بيتا او منبهات بيتا رح تزيد لي عدد ضربات القلب وراح تزيد لي القروصي، على العكس من حاصرات بيتا اللي راح تنقص لي من القروصي وتنقص لي من ايش؟ من الضغط، من عدد ضربات القلب. في عندي حاصرات الكالسيوم، حاصرات الكالسيوم طبعا بتذكر لنا ثلاث اصناف او ثلاث تقسيمات لانها قبل ما نمشي قبل ما ندخل حاصرات الكالسيوم، شلون آلية عملها؟ عقلية الكالسيوم. تمام، اذا حصلت لي الكالسيوم ايش بدي يصير؟ بيبطل نسخ. ليش؟ لانه الكالسيوم هو الشارد المسيطرة بكمون العمل تبع الاسانود. طبعا عندي خيوط الميوزين والاكتين، شلون بتخلصني؟ بدون كالسيوم. بدون كالسيوم، وجود كالسيوم بيتخلصني، أنا إذا منعت الكالسيوم عني فبصير إيش عندي؟ إيه هون بينقص حجم الضربة، هون بينقص إس في، في آلية على الإتش آر. إيه. في آلية على إس في، وفي آلية على الوعي. طيب ما نبدأ نتشعب، شو حطوا في بالكم؟ نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم. بقلل القروصي. بقلل من إيش؟ من القروصي. طبعًا عندي ثلاث أصناف من حاصرات الكالسيوم، الأوتات زما. الفينيل الكيلامين طبعا وعلى رأسها مين يمثلها؟ الفيبرامين. الفيبرامين إذا بتذكروا بأحد المحاضرات تأثيره، طيب قبل ما أذكر لكم إيش تأثيره، أنا عندي قنوات الكلس في القلب وفي الأوعية. تمام، في القلب وجود الكلس إيش راح يؤدي؟ تقلص في القلب. وفي الأوعية تقبض. تمام، اذا حصلت هون وهون ايش راح يصير عندي؟ ارتخاء في عضلات القلب، توسع في الاوعيه. ذكرنا لكم الفيبراميل هو نوعي للقلب اكثر ما يكون للاوعيه، يعني بنقص المقاومه او بنقص ضغط الدم عن طريق نتاج القلب، عن طريق تبطيء القلب. تمام، بيشتغل على حصر قنوات الكالسيوم الموجوده في القلب أقدر ما يشتغل على حصر قنوات الكالسيوم الموجودة في الأوعية الدموية. طبعاً هو بيستخدموه في حال تسرع القلب، بيستخدموه وقت ذكرنا لكم مو دفش، بيعطوه بجرعة ضئيلة جداً. تمام؟ ما بعرف إيش كان اسم الجهاز اللي جهاز تقطير. تقطير؟ ما بعرف اسمه. جهاز التقطير أو شيء، المهم بيصير تسريب وريدة بشكل مضبوط، لأن بس زاد عن جرعته راح يؤدي لايش؟ توقف القلب، ارتفاع القلب. هاي اول زمره. عندي مشتقات البنزوتيازين، طبعا كمان حاصرات للقنوات الكالسيوم، بنت الدلتيازين. الدلتيازين. الدلتيازين بيشتغل على القنوات الموجوده في القلب ولا في الاوعيه اكثر؟ طبعا بيشتغل على التنين، بيكون شرابته او نسبه ارتباطه بالاوعي الشوارد الكالسيوم، تصميم شوارد قنوات الكالسيوم موجوده في القلب نفسها في الاوعي. هاي الملاحظه ذكرنا لكم اياها في الجلسات الماضيه. وعندي دي هيدروبيريدين، مشتقات دي هيدروبيريدين مثل الاميلودوبين والنيفيدوبين. هاي عائله عايش بيشتغلني كمان على حسب قنوات الكالسيوم، بس وين؟ في القلب ولا في الاوعي؟ الاوعي. ولا بالتنتين؟ طبعا بدي نوعيات في الاوعي،
اكثر ما يكني في القلب، لذلك رح تنخفض عندي المقاومه المحيطيه، رح تتوسع عندي الاوعيه. مين بذكرنا بمرض بيكون ناتج عن تقبض شديد في الاوعيه؟ مرض قصدك مرض عرض وتقبض شديد في الأوعية. تقبض هو سبب تقبض شديد في الأوعية، سبب زرقاء دارينو. دارينو بيكون عشو تقبض شديد في الأوعية، فلمعالجة حالة شو نعطي؟ الأميلودبين والنيفيدبين. الأميلودبين والنيفيدبين هني اللي راح يرفيني الأوعية، ويصير عشو زيادة في تدفق جريان الدم. طبعا مثل ما قلت لكم راح ياثرني على الاوعيه القلبيه، لكن على القنوات الكالسيوم الموجوده في القلب، لكن بنسبه اقل من الموجوده في الاوعيه الدمويه. اذا صار عندي منبهات العقد وعرفنا ليش، لان هون عم نشتغل على قلب نصف معزول، فنبهت العقدي ايش صار في القلب، العقدي موعي نظير تودي فتصفط عندي القلب. الثاني مقلدات المسكرين بكافه انواعها، حاصرات بيتا الزمرة التي دي والزمرة الرابعة حاصرات قنوات الكالسيوم، وعرفنا الفرق. طبعا ما بعرف اذا المحاضرة معاكم ولا لا، اكتبوا هالملاحظات اللي بيأثر على قنوات الكالسيوم هلا. المثبطات المباشرة مثل الكوكايين، طبعا عندي كثير من المثبطات المباشرة مثل الكينيدين، طبعا ما مذكور بالمحاضرة، الكينيدين مثبط مباشر. هذا ليش بيستخدموه؟ مثبط ليش ما مكتوب؟ كينيدين مثبط مباشر للقلب، ما له مستقبل، يعني وجوده عند العضلة القلبية بيثبطها. كينيدين ليش بيستخدم كينيدين؟ تحرك تسرع استخدموه سرع للملاريا، دار الملاريا بعطيه كينيدين. منين بيستخرجوا الكينيدين؟ نبيش كمان مثبط مباشر للقلب مال المستقبل. في عنا زمرة دوائية بتثبط القلب، مين بذكرنا فيها؟ أخذنا هيك محاضرة طويلة عريضة عنها. مخدرات بس العامة وليست موضعي. مخدرات عامة. سيابنتان. بشكل عام كل المخدرات ذكرت لكم وقتها. مثبطة للقلب. أخذنا حالات شاذة. مثل ليش ما بيأثر على القلب؟ إيتوميدات ما بتأثر على القلب. كل المخدرات العامة بشكل عام صبطة للقلب وصبطة للجهاز التنفسي، وقلنا أهم أثر جانبي لأنها وأخطر أثر جانبي هو تصبيط التصبيط التنفسي، لذلك لا يجب ان نصل الى المرحله التصبيط التنفسي. واذا صار تصبيط تنفسي هل بنعطي المريض؟ نبضه ايش بنعطيه؟ اكسر مره ما جاكم بالمذاكره؟ ايه نسيانين وكذا ايش عليه؟ فكرنا في واحد غير. طبعا في عندنا شوارد مثبطه، شوارد بوتاسيوم وشوارد الصوديوم اللي راح نحكي عنه. يهمنا هون شوارد البوتاسيوم في عمل القلب. لحد هون مصححين ولا مصححين؟ بعد اسئله يلا. هلا بدنا نرجع بالعكس، نرجع الجوع. طبعا هاي المعلومات عم بسط لكم الجهاز الغدي والوظيفي، يعني ما في شيء جديد. الفئه اللي قبلكم كانوا نايمين خالص، ما كان صاحيين شيء. الفئه الاولى اصبحت نحن كان صاحيين من الساعه 8 الصبح، اول تحطوا ادويه اول شيء بعدين. هلا تاثير الادويه مختلفه على الامعاء. انا عندي الامعاء اذا عزلتها رح ينقطع عندها التاثير الغدي والنظير الغدي، لكن وين العقدة الموجودة في الأمعاء؟ قرب الأمعاء.
هي في الامعاء ايش بتكون؟ نظير الكويتي بيكون هون اللي فشو الناقل تبعها حسيتين كلي. طيب على العكس تماما تنبيه هاي العقدة بدها تتقلص الامعاء ولا تتقال امعاء؟ تقلص تقلص تنشيط الامعاء. على العكس من تنبيهها في القلب ايش راح يؤدي؟ تباطؤ في القلب. فعندي اول شغلة اول زمرة دوائية هي ايش؟ اذا عندي الادوية المسرعة للامعاء قليلات نصير ودي قبل على العقد ايش بتكون؟ نيكوتين شالت العقد ولا منبه؟ منبهة نيكوتين تركيز قليلة منبهة. ايش؟ نيكوتين تركيز قليلة واحد عميل الدكتور المدخن لما عم ياخذ سيجار عم ياخذ نيكوتين عنده نيكوتين ونظيره النيكوتين ايش بصير؟ تضغط ولا الدخان ما بيصل للجرعه السميه بسبب اخذ السيجار او السيجار اول شيء النيكوتين امتصاصه ضعيف طبعا النيكوتين سيجاره واحده من النيكوتين حقنها وريديا بيموت الانسان لكن امتصاص النيكوتين اول شيء سريع التخرب وامتصاصه ضعيف فما بيوصل للجرعه السميه اللي عم تصورها. طبعا تنبيه المستقبلات رح تتنفذ عنده لكن بالتدريج رح يصير عنده ايش؟ مقاومه للتنبيه هذا يعني رح يعتاد عليه. لذلك بشوف في عالم بدخن 4-5 بس إذا مباشرة دخن يروح فيها مباشر ممكن تؤدي لشل العقد وحالة سمية وكذا صبة القلب أو يتسرع تمام بس نسمع النيكوتين بيجي ما بيوصل للدم إلا تراكيز قليلة لأن امتصاصه ضعيف وسرعة بيتخرب لكن بيأثر لي بشغلة ركزوا عليها تدخين غير النيكوتين غاز ثنائي اكسيد الكربون اول اكسيد الكربون شرافته للارتباط بهيموغلوبين الدم يفوق الاكسجين ب 250 مره يعني اذا جبنا 250 جزيئه اكسجين وجزيئه سي او وحده فنسبه الارتباط مع الهيموغلوبين 50% ل 50% متساوي ارتباط غير عكس وهذا السبب اللي بنشوف مرضى او المدخنين الضغط عندهم مرتفع ليش؟ بيصير عدم ادخال كميه مناسبه من الاكسجين للخلايا فبصير اشو تنشيط في انتاج كريات الدم الحمراء تمام؟ مشان كاليه معوضه لذلك المدخنين اكثر شيء بنشوفهم كل مثلا كنص سنه او سنه بيكون عم تبرع بالدم مشان يخفض ضغطه هذا قلت من المنشطات إذا كنا منبهات عقدة مثل النيكوتين بتركيز طيب المركب المضاد هو إيش؟ نحن نمشي فيه سوا عشان السرعة فهمت وهيك مركب المضاد إيش؟ هو شلات العقد أنا عندي هون عقدة نظير الكويتي إذا شليتها ماش راح يصير في الأمعاء ارتفاع على عكس من القلب شل العقدة ايش راح يؤدي؟ تسرع في القلب، لأن هون العقدة المسيطرة نظيرة ودين هون موجود طبعا ايش المستقبل موجود هون؟ المسكرين ام تلافي تنبيهه راح يؤدي لزيادة التقلص تثبيطه أو حصره راح يؤدي لارتقاء. في عندنا الزمرة الثانية هي مقلدات المسكريني وذكرناها أي مقلد مسكريني صنعي وغير الصنعي المباشر وغير المباشر طبعا ذكر لنا هون الاستيل كولين مثل ما قلت لكم لا يوجد عندنا استيل كولين لا بعندنا ولا عندنا استيل كولين كدواء موجود ناخذ مقلدات مباشر في عندي المحال له هو اتروبين حال نظير ودين مين بذكر الجلسه
الود نظير الودي اخذنا حالات مين بذكرنا فيه اخذنا ثلاث حالات لنظير الودي واحد منهم الاتروبين والثاني هودي مين هي قصة طبعا بس فاصل منشط كان عندي رفيق كنا عم ندرس فصل اول سنه اولى بالصيدلي تمام سنه اولى الفصل الاول كان نبا المواد عندنا نبا رياضيات فيزياء بكالوريا المهم جاي خبران جاره ختيار كبير انه هذا عم يدرس صيدلي فجاي الدواء عم يسأل هذا الدواء ايش طب خلوا ما بعرف فعل الكاش عم تدرسه في الجامعة فانه مفكر الاختيار انه خلص من اول يوم دخل في الصيدلي لازم تعرف كل شيء على الدواء واذا ما عرفت يصير تعليم جدا يحصل لك صرت سنة ثالثة يعني حاجة صرت سنة ثالثة معقول ما تعرف شو صح دواء او شو اللي خلي هذا الدواء ايش طبعا ممكن يجيك احد الاشخاص يقول لك معاي عم عدت عم تجاني فاساله سؤال بسيط مشان تشخيص الحاله اذا قال لك في حرقه هون عند منطقه الشرسوف او في نار هون فمعناته ايش هي زياده حموضه بعطيها ايش مضادات حموضه على كافه انواعها اما اذا قال لك هي معدتي عم تفرك علي تمام فهذا بيكون عم تنبيه مين واحد ثلاثة حاصل لأنها مثل الهيوسين أو سكوبولامين طبعا الهيوسين بيكون أحمر ومشتب من السكوبولامين بيكون حاصل لأم ثلاثة بحل المشكلة طبعا هو آمن للحوامل سكوبولامين يستخرج من نبات الداتورة مين بيعرفها؟ طبعا هاي تجي زهرتها مثل البوق بيضة ابيض ناصع اذا شايفينها مكتوب كثير في الشوارع ما لنا خلاف بس في ملاحظة ذكرت لكم اياها بجهاز نظير الودي ليش الحال تشنج مع بعض الاتروبين ما هو حال نظير ودي وما بعطي لانه الاتروبين غير نوعي طيب السبب هو غير نوعي وفي سبب تاني نتعرف لا لا في سبب طبعا تأثيره على المستقبلات موجودة في الام الثلاثة الموجودة في السبيل الهضمي او في المعدة يكون ضئيل مع الآثار الجانبية اللي بيسويها هو غير انتقائي للمستقبلات الأسكرينية بكفي هذا السبب؟ هذا بكفي بس السبب الثاني مشان يعني إذا واحد ما استوعب معك هيك قل له إنه كمان ما بيأثر على ضعيف على المستقبلات الأسكرينية لذلك ما بنعطيك حالة تشنج المعدي في عندي حاصرات ألفا هذا الفرق بين الأمعاء والقلب إنه ألفا ما هي موجودة في القلب موجودة في الأمعاء أي ألفا من هنا؟ ألفا واحد طيب تنبيه ألفا واحد إيش بيعد ارتخاء الأمعاء تصبيطها وحصرها تخلص الأمعاء لذلك اللي بياخذوا حاصرات ألفا إيش بيصير معاهم؟ تشنج في الأمعاء خاصر لألفا تشنج في الأمعاء يصير عندهم تشنج أو إمساك تشنج في الأمعاء أو إمساك تمام؟ حاصرات ألفا ليش مين بيذكر لنا؟ مين بيذكر لنا؟ باول بيروكاردي مثل الدكسازوسين استخرجوه فقط بروستات الحميد ومثل بروزا سورسين طبعا المعاكس له هو شو؟ هو منبه لألفا
مثل النور ادرينالين. عم بكتب على اللوح ولا عم تستوعب؟ عم استوعب. تمام. عندي حاصرات بيتا، هاي بيتا موجودة في النعمة. بيتا اثنين موجودة في النعمة. حصرها على أي مركب يحصرها؟ البروبانولول وحاصر غير انتقائي. تمام؟ وفي عندي التنبيهة، طبعاً تنبيهة بيكون في عندي المنبهات مباشرة مثل الأدرينالين، لكن بالمحاضرة كيتيب لكم الإيزوبرينالين. هذا الإيزوبرينالين يستخدم تجريبياً في المخبر، هو منبه انتقائي، طبعاً هو منبه بيتا واحد وبيتا اثنين، لكن بشكل انتقائي لبيتا اثنين أكثر ما يكون لبيتا واحد. تمام؟ المعلومة اللي بذكرت لكم فيها، أي مركب انتقائي بزيادة الجرعة بصير غير انتقائي. طبعاً الأسبوع الجاي رح ناخده بشكل مفصل بالنسبة للبنية الكيميائية بالمراجعة بيطلع عندي حاصر لألفا وبيتا. أنا حاصر ألفا بيدي لتنشيط الأمعاء، وحاصر بيتا بيدي لتنشيط الأمعاء. هلق حاصر ألفا وبيتا أكيد راح ينشط للأمعاء بشكل أكبر. مثل عندنا حاصر غير انتقائي لبيتالول، لبيتالول غير انتقائي، حاصر غير انتقائي. مثل ما هو الأدرينالين منبه غير انتقائي، عندنا اللبيتالول هو حاصر غير انتقائي. طبعا المضاد له هو الأدرينالين أو معاكسه بيكون منبه. طبعا الأدوية المركبات المطبطة للأمعاء راح نرجع نرجعها كمان، بالعكس راح نستخدمها بشكل سريع. مقلدات ودي المباشرة مثل النور الأدرينالين، مضاد المركب المضاد مثل الدكسازوسين اللي بيشتغل على مين؟ على حصر ألفا، ما بيشتغل على بيتا. ومثل عندي الفيتولامين كمان بيشتغل على ألفا. وفي عندي مقلدات ودي غير مباشرة مثل الإفيدرين والأمفيتامين. مين بيقلي آلية عمل الإفيدرين؟ الإفيدرين هل يتعملوا هذا السم حوالي السابقة؟ طبعاً الإفيدرين والصدي الإفيدرين بيشتغل بالآليتين، تنبيه بشكل مباشر على المستقبل. والآلية الثانية أو ذكرت لكم مذكورة الآلية الثانية هي عودة انتقاء الأدرينالين. في آلية ثانية هي بيزيد إفراز الكاتيكول أمين من لب القبض، هاي في الحالة السريرية. اما في تجربتنا اذا الوصل العصبي مقطوع فما راح يزيد عندي افراز ادرينالين من لب القبض. تمام؟ لكن له آلي اذا استخدمناه بشكل طبيعي على جسم الارنب او الضفدع حقناه راح يؤدي لتحرر كاتيكول امين من لب القبض. طبعا المعاكس له الريزوربين، ريزوربين كمان بياخذوه من احد النباتات، هو معاكس غير نوعي له، بيؤدي لتصبيغ تصبيط الأدرينالين أو تحرر الأدرينالين من لب الكظام، فبيتسقط عنده تأثير الإفيدرين أو ما بصير له التأثير المطلوب. في عندي حالات نظير الودية مثل الأتروبين، الأتروبين راح يحصل المستقبلات المسكرينة الموجود في الأمعاء راح يؤدي لإيش؟ تنشيط ولا تصبيط الأمعاء؟ تصبيط الأمعاء. المعاكس تعالوا كيتبين كولستيل كولين، طبعا مثل ما كولستيل كولين ما موجود عندنا. تبدلوا بأي مركب، إيزوستاجمين، نيوستاجمين، بيلوكاربين، أي مركب تستبدلوا. شالات العقد عند شالات العقد، طبعا شالات العقد إما يكون نيكوتين بتركيز عالي، وذكر لكم مركب كلور إيزونودامين. طبعا هذا المركب غير مستخدم سريريا، شالات العقد غير مستخدم سريريا بس مستخدم تجريبيا. في عندي معاكس له هو النيكوتين المخفف جرعة واحد على ألف. هلا قلنا الأدوية مو مستخدمة سريريا، نحن ايش عم نعمل هذه التجارب؟ شو ما تستخدم سريريا؟ يعني ممكن نكتشف شيء جديد إنه ما اكتشفوه مثلا؟ هلا ركزوا على الأدوية المستخدمة سريريا وهاي الأدوية مشان تعرفوا هاي شو عندي شال للعقد. مو معقول يمر عليك النيكوتين بتركيز عالي. طبعا في نقطة، أنا وقت تجيب مثلاً اسكور مركب شال للعقد، تمام؟ اللي بيكتب لي النيكوتين اللي كان كاتب لي النيكوتين طفل وخطأ. نيكوتين جرعة يا جرعة عالية يا صغيرة.
هذا معناته مو فهمان مو عرفان بجوز نقلها من رفيقه. الفهمان بيكتب لك النقطتين بجرعة كذا تمام. في عندي مثبطات حركة الأمعاء اللي بيشتغلني على السيان بي تنشيط السيان بي في القلب تنشيطه بنشط القلب بنشط القلب وتنشيطه في الأمعاء بدل تثبيط الأمعاء عندي خلميدات الإكزامتين اللي ذكرنا لكم يا هل كافيين وفيهم بالليل لذلك الشاي ايش بتكون؟ شرع على الأمعاء تثبيط من حركين الأمعاء فهي مضاد السائل حتى فيها مركبات التنينات والله أو المواد العصبية المواد العصبية بتتحد مع الشوارب فبصير عندها تصبيط للشوارب وتصبيط للأمعاء مثلها مثل الرمان طبعا الرمان فيه كمان قلميدات أو عفوا فيه تنينات بتصبط وحركة الأمعاء لذلك بنشوف الحركي ما كويس مع اصحابي بيعطوا رمان خصوصا القديمين قبل هالادويه قبل هال طيبين يذكر لي نبت او فاكهه مسبب اسهال تين 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 فيها انتروكينينات انتروكينينات على عكس الرمان التين على عكس النظافه السوقه مش معك ستين في يعني بعض هذه المركبات بس واحد سهل بتثبت بشكل مباشر عارفين ناحيه امتصاص المواد او بسيط بشكل مباشر الامعاء مثل البابابيرين او حمض النيكوتيني هاي شو حمض النيكوتيني حمض النيكوتيني فلما يظن حدا انه حمض النيكوتينيك هو نفس النيكوتين فغيروا اسمه للنياسين تمام فالنياسين او حمض النيكوتينيك هو بيت لاتي غير او بعيد كل البعد عن النيكوتين الموجود بعيد كوب بيت لاتي في عندي املاح النتريت وكلوريد المغنيسيوم كلوريد المغنيسيوم اشو هو مسهل للامعاء مين بذكر لي مادة فيها المغنيسيوم بيكون مسهلة؟ طبعا كل المركبات المغنيسيوم مسهلة قولا واحدا لذلك ايش راح تسبب لي في الامعاء؟ زيادة حركية قلة امتصاص زيادة حركية بتسهل ما بلي حق امتصاص فيه بس حال مين؟ هذا هو كمتكم دعا شباب عم تعرفتون؟ مركب مغنيسيوم طبعا المغنيسيوم اذا اخذناه عن طريق الفم يسبب اسهال بالحاله الانجليزي او سلفات مغنيسيوم غالي ما تذكر سهل اكثر من سهل سهل يتحرك طبعا الديجوكسين بالإضافة إلى التجربة العملية في ضباضة في ضباضة طبعا الديجوكسين عايش في الشريط على مضخة الأتبيت على مضخة صوديوم كان البوتاسيوم أتباز هاي صفقة صوديوم بوتاسيوم عش بتسبب عش بتسوي بتطالع ثلاث شوارب صوديوم داخل شارتين بوتاسيوم بتطالع للصوديوم بالخارج طبعا في الحالة الطبيعية برا عش عندي صوديوم صوديوم
من عم تطالع صوديوم لبرا فاشبتها دخل بطاقة طاقة بتدخل لي بوتاسيوم بوتاسيوم تمام. بالإضافة هاي الديجوكسين بيصبطها فبصير عندي اشو هون حصر لمين صوديوم للصوديوم بصير هون الصوديوم زياد. والبوتاسيوم هون بصير بشكل هون اشو بصير زيادة زيادة وهون صوديوم كمان بصير بشكل زيادة بالإضافة بيصبط لي اشو صوديوم كالسيوم شنو تبادل الشارد بين الكالسيوم الكالسيوم وين بيكون من برا وين هذيك شنقي الصوديوم هون ما ارتفع عند الصوديوم بده يطلع خروجه ايش بيسبب بيدخل دخول الكالسيوم هو هيك بيشتغل بيدخل لي الكالسيوم الكالسيوم ليش بيفيدني زياده القروصي بزياده القروصي هذا عمل الديجوكسين هلا ايش له علاقه بالكالسيوم زياده الكالسيوم بتصير زياده الدخول كثير أنا عندي قناة واحدة مضافة صوديوم عندي مضافة صوديوم وبوتاسيوم بس واحدة عندي كثير تمام عندي أكثر من واحدة بيجي الديجوكسين في الجرعة العلاجية بيثبط إيش مثلا واحدة تنتين تثبيط جزء جزء لكن بيضل عندي لكن في الجرعة السمية إيش راح يسبب راح يثبط لي كل القنوات اللي راح يصير عندي هون صوديوم جرعة عالي تمام بوتاسيوم بجرعة عالي كمان بالإضافة راح يدخل لي شوارد الصوديوم شوارد الكالسيوم عفوا كمان بجرعة عالي إذا دخلها بجرعة عالية إيش راح يصير عندي زيادة قروصي أنا رح حل المشكلة هون إيش بسوي نقص البوتاسيوم ولا بزوده؟ تزيد او تزيد حساسية للبوتاسيوم او يكون عندي قناة شغالة يؤدي لدخول شوارد البوتاسيوم لداخل الخلية وخروج الصوديوم انا اذا خليت الصوديوم موجود هون راح شو راح يزيد دخول الكالسيوم بس دخل الكالسيوم بدي يزيد القروصية او يسقط يصير عندي صمل كلسي تمام لذلك المعالجة انه اشو اعطي البوتاسيوم مشان تطلع عندي شوارد الصوديوم لخارج الخلية بتحول البوتاسيوم تعدل الوسط بس ما هو المشكلة احيانا بصير تدافع عن المريض عند دكتور القلب بتأدي لحياة المريض طبعا هذا الحكي ايمتى بنعطي الديجوكسين انا عندي القلب حالة فشل تمام؟ فشل القلب برأيكم إذا عندي فشل قلبي بعطيه منبهات ولا مصبطات؟ بالعكس أنا لازم بطل مصبطات عشان ما نتعبوا عشان يقلل هو فشل طيب إذا هو فشل تفكير بسيط العادي إنه أنا عندي فشل في القلب فلازم أعطيه إيش؟ منشط لكن بالعكس هو فاشل اسمه فشل أكثر لكن هون بالعكس عندي فشل قلبي لازم أشو خفف القلب وقت الفشل القلبي وقت عصير عندي فشل قلبي تمام يعني عم يضرب أنا صار عندي فشل قلبي تمام فشل القلب طبعا فشل القلب بالحالة الطبيعية عم يوصل الأكسجين أو الغذاء أو غير للخلايا بشكل طبيعي وقت صار فشل صار بحالة لا أنه عم يعطيها حاجتها ولا أنه عم يموتها تمام؟ فليش أنا هون ببطل القلب؟ مشان لما تعبوا أكثر طبعاً أنا عندي جملة الرينين أجدنسن الدسترون هي الشغالة
في عندي انا القلب اذا صار انتاج خليه في القلب او تم التمويل خليلي اشبك الشط عندي قبل افراز الرينين دفع المستقبلات. ايه هاي النفخ الكثيفه. المستقبلات اين هني؟ مستقبلات الضغط. مستقبلات الضغط طبعا تنبيه مستقبلات الضغط خلال 24 ساعه بس، لكن اذا ظل القلب في حاله فشل تمام راح ايش يصير عندي؟ راح ما تتنفخ. يعني تسوي الامر، يعني انا عندي مثلا ضغط 14 تمام، صار 13 خلال 40 ساعه، خلال 24 ساعه ما صار تعويض، فبيعتبر نقاط الضغط او مراكز حساسية للضغط بتعتبر انه القيمة 13 هي قيمة طبيعية نظامية. صار 12 نفس الحكي خلال 24 ساعة، لكن مين اللي بيضل شغال؟ هي جملة الرينين اجيتنسن الاسترون، بتأدي لسحب الماء والصوديوم من الانابيب الكلوية وبتأدي لارتفاع الضغط تمام؟ لا لا، اذا ارتفع الضغط لسه بيزيد الحمل على القلب. يعني اذا ارتفع الضغط بيزيد الحمل على القلب، لذلك هذا هو منبه طبيعي للقلب. منبه طبيعي للقلب جملة الرينين أجيتنسن تمام، هو منبه طبيعي للقلب. أنا إذا لسه أعطيته منبه مثل ما عم تحكوا أنتوا رح زيد التعب على القلب، لذلك أنا هون رح أعطي مثبطات للقلب. واضح لحد هون؟ لكن القلب بالنسبة لقصور القلب هو عبارة عن عدة أمراض توصل بالمحصلة كلها لقصور قلب تمام؟ بالمحصلة رح يصير عندي قصور قلب. ما بعرف القيمة ايش ما كانت اللي بيصير فيها تحت 40 أو 45% بيعطوا فيها تحت 60 تحت 60؟ ايه هاي انتوا أدرى فيها بيعطي احد الحاصرات، لكن وقت الوصال لما انحلت ال 20 او 18 او مراجع 17 ايش بصير عندي هون؟ هون يصير عندي فشل بطء كثير في القلب. ايش راح اعطي هون؟ هاي المرحله، هاي اخر مرحله من قصور القلب، راح اعطي الديجوكسين. الديجوكسين راح يقوي لي العضل القلب وبيبطئ كمان ضربي بقوه التقلصي، وراح يقلل لي من ايش؟ بس اكثر يقلل لي من عدد النظم، يعني من عدد ضربات القلب. فأنا بستفيد منه ولا لا؟ يعني عم قوي القلوصية، عم يتصال الدم بشكل أو أكثر للخلايا، وعم بقلل لي القلوصية اللي عم بريح فيها القلب. بس ما هو المشكلة تداخل الدوائي. أهم شيء في الفشل الكلوي إيش بيصير عندي كأعراض جانبية؟ فشل قلبي؟ فشل عفوا، فشل قلبي إيش بيصير عندي أعراض جانبية؟ قصور كلي قبل اشو غير القصور، مشكله بالدماغ، اهم شيء دماغ، وزمي الوزمات زائد الزلي تنفسي. طيب شلون بتعالجوا الوزمي؟ مدرات. انا عندي طبعا بالمراجع بذكروا لكم ثلاث انواع من المدرات، هن عندي خمسه لكن مذكوره ثلاثه. في عندي اول شيء مدرات مثل ايش؟ مثل الهيدروكلوركيازين. هذا رح نشوف بعطيه مع الديجوكسين ولا لا. هذا بيطرح لي البوتاسيوم، بيسحب لي الكالسيوم من الانابيب الكلوي. فبرايكم بعطيه ولا لا؟ لا بزيد القيمه مع الديجوكسين، رح ينقص لي البوتاسيوم ويزيد لي. ما نحن عم نعالج البوتاسيوم. لا عفوا، راح يزيد لي البوتاسيوم، ينقص لي ينقص لي البوتاسيوم ويزيد لي من ايش؟ الكالسيوم. فبعطيه ولا لا؟ يعني هذا عم يضرب على الوجهين. نحن بدنا نعطيه بالعافيه. تمام؟ طيب عندي مدرات الثانيه، هي المدرات العروي. هاي مدرات العروي راح تطلع تطرح لي البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم ثلاث ارباع الشوارد والبروتين تمام. راح تفضل من ايش؟ من الكالسيوم، من ايش؟ ومن البوتاسيوم. فبعطيها ولا لا؟ نعطيها ونعوض البوتاسيوم. هلا هاي اهم هذا. طيب ليش ما بتفكروا بطريقه ثانيه؟
انه نجيب مدرب حيفصل على البوتاسيوم، ليش نعطيه زفير؟ انا عم بقول فكرتكم كويسه، بس يعني في عنا مدرات الثالثه اللي هي المحافظه على البوتاسيوم، مثل ايش؟ مخشيت معك سبيرونا لابتون او بالاسم التجاري الكترون. سبيرونا لابتون في شغله كويسه فيه انه بيحافظني على ايش؟ على البوتاسيوم، بيطرح لي كالسيوم. فهون بستخدمه ولا لا؟ هذا اللي بدي اياه. لذلك المعالجة في الديجوكسين او علاقة الديجوكسين في شواهد البوتاسيوم هاي، انا في حالة التسمم بالبوتاسيوم راح ارفع او اعطي ايش؟ او في حالة التسمم بالديجوكسين راح اعطي بوتاسيوم مشان لعله وعسى انكذب علي. واضح لحد هون؟ واضح. عرفنا ايش المناقشة شلون؟ ما خلصنا. هذا التجربة العملية. زمان عندنا؟ ساعتين فيها نحن. لا وانا ما نسيت على راحتك. سجل سبيرين ولابتون. طيب ناخذ مثال، إذا ما فهمتم ناخذ مثال زين وبين عليكم العنوانية من هلا. التجربة العملية عبارة عن دواء مجهول تحبوا أن يشتغل أو على القلب أصبغ بالأمعاء. دواء المجهول تحبه يكون مسرع للقلب ولا مبطئ؟ طيب مجهول يا شباب. خلفتكم يا مجهول. مبطئ. عندي دواء مجهول مسرع للقلب. عندي دواء مجهول مسرع للقلب. جدلا بدي أفرضه أتروبين. مسرع للقلب. تمام؟ تركيز عالي. أتروبين. عندي أتروبين. فضغطه مجهول فتسرع عندي القلب. الأتروبين هو من حاصرات تصير ودي. هلا بدي أثبت إنه هالدواء حاصر ودي حاصر أو منشط ودي هو من حاصرات تصير الودي أو من زمرة تاني. فبجيب جيب أنا شيء يشابه نظير الودي. ليش؟ بيتانيكول. بيتانيكول أو البيلوكاربين. تمام؟ ايش راح يسبب في القلب؟ بطء. بيلوكاربين راح يبطئ القلب. تمام؟ انا طبقت البيلوكاربين، شلون انا اتعامل بيلوكاربين؟ مثل بنبه الام 2. راح يكون منبه لام 2 يؤدي لتصفيق في القلب. هلا اذا ضفت الاتروبين انا امام احتمالين، او اذا الدواء المجهول انا امام احتمالين. ممكن يتسرع القلب ممكن لا يتأثر، ممكن يموت. فإذا تسرع القلب فمعناته نبه مسكرين أو سرع القلب بطريقة غير إيش؟ حصل. تنبيه مستقبل مسكرين يم 2، لأن المستقبل مسكرين هو محجوز، كل المستقبلات محجوزة. ممكن يكون إيش هون؟ من زمرة تانية مثل منبهات مباشرة لبتا واحد مثل الأدرينالين. تمام؟ واضح لهون؟ تمام. اما اذا كان اتروبين هو حال نظير ودي، راح يجي الاتروبين بعدين يرتبط بالمستقبلات المسكرينيه، ما راح يلاقي ولا مستقبل فاضي، راح يوقف على جنب، فالقلب هون لا يتاثر. فعندي انا احتمالين، اذا تسرع فهو من غير زمره، اذا ما تسرع فبيكون عكس الزمره اللي اعطيته. بيلوكاربين هو منبه نظير ودي، راح يكون الزمره المضاد هو حال نظير ودي. طيب سؤال بما انكم فهمانين، انا عقلكم بين الاتروبين والبيلوكاربين او الاستيركولين عم يصير ايش؟ تنافس. طيب وليش ما زاحوا ووقع محله او سرع القلب؟ تنافس على الشيء الفاضي مو اللي بالضبط. لا الشيء المليان حسب العدد حسب الكميه. انا وقت عطيه هون الجرعه تكون الجرعه المدروسه. اما اذا حطيت هون مثلا ملي من البيلوكاربين وهون 10، اكيد هون راح يزيحوا ويسرع القلب، لكن بالجرعه المدروسه القليله ما راح ياثر عليه. تمام؟ حتى اذا بتذكروا اليه عمل الاتروبين قلنا بيرتبط مع مين؟ مع ام 1 اشارات الارتباط مع ام 1 اكثر من ام 2. الجرعه القليله لذلك ممكن يبطئ القلب بزياده اذا جربته مع البيلوكاربين.
طيب هلا في طريقة أحلى. بتطلع أعراض المريض، إذا فعلت أعراض نظير بدي خلاص بعد حاضر قلب بس نسمع. إذا نفترض على مريض نحن أنا قلت لكم ما هو هدف التجربة، ما هو هدف التجربة على الدواء. أنا من بشوف دواء مجهول بشوف دواء على الطاولة أو حتى لو جايب لي إياه المريض ما بحقنه تمام؟ طبعا ما بحقنه خالص. والغاية من التجربة هي بس تثبيت معلومات الأدوية المنشطة والمثبطة للأمعاء والمنبهة والمنشطة أو المثبطة والمنبهة للأمعاء.